ميداليه لبنتي ميرال ولي بارون تاعي الام والاب تاعي اللي ربي يطول في عمرهم اي مي سور وكامل الناس اللي حبوني واللي كانوا واقفين معايا والمونترينور تاعي يوسف رضوان خاصه. ليندا حمري بطلة عالمية أولمبية في القفز الطويل تحصل على ميدالية برونزية في الألعاب البارا أولمبية باري 2024. راني فرحانة بزاف بهذه الميدالية البرونزية اللي حققتها. كما قلت هي ميدالية برونزية، أنا بوغ موا سيت اون ميداي دور. الحمد لله نحمد ربي على هذا الإنجاز، لأنه عاود وليت كانت عودة من بعيد بعد ما أني زيت، كانت عندي زيت بولادة قيصرية، غلقت اون اني ملي زيت. الحمد لله ما كانتش حاجه سهله، لكن الحمد لله بالاراده تاعي قدرت نلحق لوبجيكتيف اللي كنت حابه نلحق له. والله غير جمهور، اروع جمهور اللي تلقيته بالك في الالعاب البارا اولمبيه، كانوا بزاف، كانوا سيبورتيف لي زاتليت كي دوموندي لي زونكوراجمون يصفقوا، كانت لامبيونس بيان، كانت مليحه ان شاء الله. لما لا، طموحات دائما يكونوا، كل ما تحقق ميداليه يجي طموحات واحد اخرى. ان شاء الله في امريكا حنكونوا تما بقوه. يوسف رضوان مدرب وطني جزائري للعداء حمري ليندا في اختصاص قفز طويل. والله هذا الانتصار انا هو المرتبه الثالثه وبطعم ميداليه ذهبيه، يعني كانت تسمى تجوزنا مرحلة شوية صعبة هذه السنة. تسمى يا هويات كانت تسمى في الشهر تقريبا عندنا سنة في التحضير، بس أكيد كانوا منافسين قويين مع الأوكرانية والإسبانية، يعني هما راهم متعودين على المنافسات هذه. وما باش نعطيك معلومة، العداء تاعي حمري ليندا كانت متوقفة مدة 3 سنوات، يعني كانت حامل بال عندها تسمى زادت عندها مزيود عندها تقريبا سنة يا أخي تحضير في المنافسة.